ما ركبت العفش انت ويلا على السريع ترى الرجال قريب. سامي لا تقطع البادي. الامانه يا شباب ترى ترى 5 دقائق 10 دقائق ويصلون. تو مكلمني ابو معاذ يلا خلصوا اخلص يلا يلا ابو يلا يلا شوي ولا تحط على الباب الامانه. ايش فيك لازم نهاجر ونقول يلا 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 يا شباب جيب له حبل جيب له حبل يلا 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 ابو يلا اطلع وياه جيب السياره شمخها شوي 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 لا شمخوا السياره شمخوا الامانه شلار راحت السيارة راحت لعبت بالسيارة لعب يلا 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 شوي ما تروح لحالك الحين يلا يلا عطى حبل عطى حبل عطى حبل يلا ابوي يلا يلا على السريع يلا 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 ابوي يلا شوف الحبل هذا الاكبر ورا بسرعة ما بدي بيجي الرجال الحين بيجي الرجال الحين بيجي الحين 10 دقائق يلا 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 ابو يلا 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 ابو يلا خذ شنطته صعدها فوق الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة يا ابو ابراهيم هلا والله شو المفاجأة الجميلة ذي عليك انا قلت حق الافيسي لازم اسوي لهم مفاجأة لا شو المفاجأة ليش ما اعطيتنا خبر الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة كلهم الشباب طالعين فرحانين برا فيك هلا هذا شنطة هذا شنطة ابو ابراهيم ذي يلا 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 شباب لا نتاخر يلا 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 لا نتاخر اركب 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 يلا اركب اركب ها ايش دراك من الباجي انا مسوي مفاجاه لكم احنا صدق سبحان الله طالعين شباب يلا لا نتاخر يلا هيا الله عمي ابو ابراهيم والله هيا الله عمي ابو ابراهيم يلا يا شباب يلا يلا اركبوا الباص يلا 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 ربط العفش زين ها وين تروحون اركب اركب وين تروحون عاد شنو بنروح وين بتروحون الحين انا تعبان جاي اسال وين بنروح بنروح شنو بنروح يا ناسل رجال تعبان جاي من السفر ابي ارتاح محملين العفش يعني وين بنروح ابراهيم بنمشي وين بتمشون حسا طيب شو الحسا تعال انا مو بنفسق وياك انا باجي جبتك الصراحه وش تبي؟ شلون بتمشي الحسه؟ ايش فيك ابو ابراهيم احنا مرتبين من الاساس مرتبين يوم الثلاثاء نمشي من الحسه. مريضي اجي من الدمام الى 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 هنا اركب الطياره قص تذكيره وجاي تعبان وجاي تقول لي بروح الحسه. بس احنا شو الحكي؟ احنا ما عندنا خبر يا ابو ابراهيم عن الحكي ذا كله. صفيت؟ مالي دخل. ما اعطيتنا خبر يا ابو ابراهيم ما نسقت معانا انا تفاجات بجيتك الحين. وانا شلون انك تمشي؟ واحنا ايش دران انك بتجي؟ شلون قلنا لك لا تجي؟ مريضي من جدك تكلمت انت مركب دقيقه 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 عاد شكل ابو ابراهيم ما يبي يمشي نزل شنطته نزلها وقف انت ايش فيك انا اقول لك منسق معاه ومنسق مع ابو يوسف انا باجي وقلت له قلت ما قلت لك قلت بجيبكم المطار جبتكم المطار مهمتي انت ما تتكلم انت ان الرجال بيجي ليش تخليه يجي شو خليه بالمطار دق علي يقول لي تعال شيل انا اشوف غلطان ابو معاذ غلطان ابو معاذ خليه بالمطار خله في المطار ايش حكيت خليه في المطار رجونا شيك رسيت انا خلصت اللي يقول هي من جدك تتكلم انت بنتكلم شر على اللي يقوم يروح ايش تبي بعد تسوي بك ايش تبي بمشوري لا تغثني بجدك تكلم ابراهيم يا بعد عمري يا ابو ابراهيم احنا ما عندنا خبر انك بتجي ما نسقت معانا ليش صدرك تجيب الحاسب الى المدينه يا انت مش راح ابو معاذ ثانيه ليش ما انت وشو بالشارع انت اركب ابو راكب ابو راكب ابو راكب ابو راكب هذا حاجه تسوونها سويتوها بي انت بص صدرك عن ابو ابراهيم من جدك احسن الظن يا عم ابو ابراهيم احنا ما عندنا خبر انك بتجي اي ما عندك خبر تغثني بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتعور يا ابو علي
يلا ركبوا ركبوا صدركم صدركم يا جماعه الخير. ربط العفش زين، ربط العفش زين. ابو معاذ بنشوفك في الطريق ولا؟ ايه بتلاقي في الطريق. يلا يلا ابوي يلا. ها؟ ترضاها لي انت؟ ما علي يا عم ابراهيم، ما عندنا خبر. اخر مشوار الى الشرقيه للجنوب ترضاه؟ ما عندنا خبر، انت ما نسخت، ما اعطيتنا خبر. ما متصل علي ذا؟ متصل على التلخ. يقول الدلخ.